كنت نبيع في الغلة في قدام الجامع، وأنا الكبير في عائلتي كنت نحس ياسر بالمسؤولية على عاتقي. كان عمري 16 سنة وقت اللي خرجت من تونس، وكنت نصخايب كي نخلط لإيطاليا باش نلقى الفلوس بسهولة، كما كانوا يحكولنا المهاجرين اللي كانوا يرجعوا لتونس ويبدأوا يحكولنا في حكايات تشبه الأفلام. كانوا يدوروا في الشارع يتفوخر علينا برواحهم، وهما في إيطاليا تعرف كيفاش عايشين، عايشين على الخبز اليابس ويرغدوا في الشوارع. النهار بفضل ربي خرجنا الساعتين متاع الليل من صفاقس، وقعدنا مسافرين قرابة 12 ولا 13 ساعة. البحر كان هايج برشا، والفلوكة كانت باش تكسر بينا في زوز. ربي صارنا بعد مدة وصلنا لمبيدوزا وفرقونا، وانا حطوني مع الولاد الصغار اقل من 18 سنة. الواحد كان يخمم في اللي في ايطاليا في ظرف شهر ولا شهرين يولي غني، لكن العكس. وقت اللي توصل غاديكا ما تلقاش الخبز بالساكل، ما تلقاش حتى فين تدوش، وما تلقاش حتى فين تبات. من لامبيدوزا بعثونا لجينوا، كنت مع 6 اولاد اخرين. بقينا غاديكا في المركز حكايه 6 شهور ولا هو 7 شهور. الواحد بلاش فلوس يمشي ويجي ما يعمل شيء. الراف العبيد توينسا مغاربة مصاروة كحلان، بلاش خدمة بلاش فلوس. مع الوقت تضطر باش تاخد طريق الغالط، العبيد اللي أكبر منك يستغلوك باش تهز الغبرة. المرة الأولى والثانية كل شيء تعدى لاباس والحمد لله. المرة الثالثة شدوني البوليس، حطوني في الحبس 3 شهور. كان عمري 16 سنة وقالوا لي اللي صغار ما يدخلش الحبس، لكن مش صحيح. إذا كان تعمل أكثر من إذا عمرك 16 سنة وتعمل حاجة خايبة يدخلوك الحبس، وينجموا يحكموا عليك غاديك بعام وتخسر حياتك وتقلق عائلتك معاك. واش تربح من هذا الكل؟ كان أرجع لداري ما نجيش لإيطاليا حارق على البحر ونشوف الموت بعينيا، لولا ربي استرني. ونزيد على ذلك أننا نعرف اللغة، ولا أنا عندي قراء، ما عنديش أقارب لهنا، وما عنديش وراق، وما نعرفش حتى فين نبات. هذا كله معناته يعرض لي حياتي للخطر، وأنا منساقش لهذا.